بعد إصابة نجم منتخب لبنان سيرجو درويش بإجره بكسر بإجره، هلأ عم نرجع نعمل كامباك ونحن وكسرين إجرنا عم نقدر نمرن كل عضلات الجسم، نقويهم، نحضر المفاصل بشكل رائع ليرجع أقوى مما كان، وبنوعد الكل بلفل أعلى وأعلى بعد الرجعة. واللاعب الذكي مثل سيرجو درويش بيستفيد من إصابة مثل هيدي تيطور حاله بكتير من المطارح ويقدر يحسن نقط كتير بجسمه. وعم نشتغل على مفصل الكتف، على عضمات الرفش تنركزوا محلهم، نشتغل على تفاصيل صغيرة بالكتف لتصير الشوطة أركز، معدل إصابة السلة تصير أعلى وأعلى والنقط تصير أعلى، وبالتالي النتائج تصير أكبر وأكبر. وهذا الشامبيون سيرجو درويش ما في شيء عم يوقفه، لا إصابة إجر ولا شيء، مركز على الهدف وماشي لقدام. شامبيون سيرجو درويش، شو رأيك بترميت اليوم؟ بومبا نكست ليفل، انجوي يور داي، S91، ليتس موف فورورد.